كثافة من النخل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم ثلاثة عشر خمسة 2024، يعني في النصف الأول من شهر خمسة، هنشوف حالة النحل والخلايا مع وجود طائر الوروار بين الحين والآخر، يعني لم يكتمل انصرافه بعد. هنشوف كده بعض الخلايا اللي تعتبر قوية، ايه اللي أصابها ومحتاجين منها ايه وهنعمل معاها ايه. بنيجي على البرواز اللي قبل الأخير وبنحاول نرفعه الأول لأن الأخير بيبقى صعب شوية. بنشوف النحل زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، بسم الله ما شاء الله، عبارة عن حضنة مغلقة وبعض العسل فوق، والبرواز طبعا ما لهوش كثافة من النحل. هنركن البرواز ده وهنشوف بقى البرواز الأخير وضعه ايه. هنحركه دلوقتي اهو، البرواز الأخير بسم الله ما شاء الله فيه حضنة محمصة، فيه عسل، فيه عسل موجود في البرواز زي ما انتوا شايفين كده. احنا دلوقتي حوالي الساعة العاشرة صباحا اهو، بسم الله ما شاء الله، ده الأخير فيه حضنة وفيه بعض العسل. هنركنه عشان نشوف الخلية من الداخل. طبعا الخلية لو شرسة بنضطر ندخن اكتر. هنا برضو في نحل فوق، في نحل، هنشوف هل في حضنة ولا لا. نعم في حضنة، عمر يوم، في بيض عمر يوم، في البرواز في بيض عمر يوم. هنركن ده برضو وهنشوف كده قدامنا ست براويز، هنشوف وضعهم ايه. اهو بسم الله ما شاء الله، هذا الحضنة المغلقة يا جماعة، البرواز من السدابة، السدابة زي ما بنقول، دي حضنة محمصة، خلاص دي حضنة محمصة جايبة من أول البرواز لآخر البرواز، بسم الله ما شاء الله. طبعا في كثافة في النحل متأثر بوجود طائر الوروار. ده برواز من الجديد، شمع أساس حطناه، ده برواز من الجديد يا جماعة، حاطينه شمع أساس زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. النحل مط الشمع الأساس من الناحيتين، يعني ده محطوط بقاله تقريبا خمس أو ست أيام. في حاطين هنا حضن اهو ومغلقة، يعني بقاله في سبع أيام تقريبا للبرواز ده، اتحط الملكة حطت فيه بيضة على طول واتقفل عليها، خلي بالكم. وده من البراويز الجديدة، شمع أساس اهو نلاقيه أبيض، الإنتاج السنة دي أو الشمع الأساس اللي بينزل السنة دي بيبقى أبيض، وبيبدأ كل ما بيقعد أكتر مدة بيتحط عليه من البروبليز صمغ النحل، بسم الله ما شاء الله. برضو حضنة محمصة، الحضنة المحمصة دي بتبقى عليها أيام وبتخرج نحل أهو من ناحيتين، بسم الله ما شاء الله. والملكة بتحط مكانهم بيض جديد على طول. هندي دخانة خفيفة، الدخانة الخفيفة دي بتهدي النحل، خلوا بالكم بتهدي النحل، عشان نشوف الثلاث براويز اللي فاضلين في الخلية. بسم الله ما شاء الله، برضو في عسل اهو جناب فوق، في حضنة برضو محمصة يا جماعة، وفي النحل موجود على البرواز من الناحيتين، نحل موجود، حضنة محمصة، في عسل في الجنب اهو من فوق، ماشي. طبعا احنا غزناش السنة دي يعتبر خالص، ولحد دلوقتي مفروض اسند ولا حاجة، انا سايبها كده
على الله سبحانه وتعالى وعلى ثم على الحقول المدورة. برضو ده برواز اهو جديد، شمع اساس جديد، ده كان عبارة عن قطعة شمع النحل عملها زوايد، واحنا خدناها وحطناها في البرواز زي ما انتم شايفين. النحل مط عليها ربطها في الاساس الشمعي في الـ في الـ في الـ النحل مط عليها وربطها في السدابة اللي فوق اهو، وبدأ يربط على السلك وشغال، ومحطوط فيها حضنة قدامكم اهي مغلقة. طيب احنا هنركن ده الناحية دي شوية عشان عايزين ننزل البرواز ده ونشوف اخر برواز وضعه ايه. هندي دخانة خفيفة، طبعا الدخانة دي يا جماعة بتنزل النحل اسفل الخلية، بس عشان اشوف اخر برواز ده هيبقى فيه عسل ولا هيبقى فيه ايه. بسم الله ما شاء الله، البرواز يعتبر خاتم عسل اهو، وهنا برضو بسم الله ما شاء الله عسل اهو في الجناب ماشي، وفي حبوب لقاح، في عسل في حبوب لقاح. خلاص احنا شفنا كده الخلية بتاعتنا، رجع البرواز ده مكانه وهنبدأ نرص الخلية بتاعتنا. الخلية دي مش محتاجة مننا اي ملحوظة غير ان احنا في حدود يومين ثلاثة النحل اللي هو متوفر على او الحضنة المغلقة لما هتطلع بكمية خلاص هتملى الخلية اكتر وهيبقى فيه كثافة اكتر. انا بحذر جدا يا جماعة وانا بضم البراويز مع بعض علشان الملكة، والوقت ده وقت مهم ووقت خطير، يعني ربنا يستر على الملكات عشان اي خلية الملكة بتاعتها بتموت نتيجة خطأ من النحال بتعطل الخلية مسافة كبيرة علشان تطلع ملكة. هتاخد لها 15 يوم مثلا، وتاخد لها كمان يعني بتاخد حوالي من 25 لشهر على ما تطلع ملكة جديدة وتشتغل وتمسك وتدير الخليه مره ثانيه، يبقى تعطلنا. عشان كده احنا بنقول حذر الحذر كل الحذر في التعامل مع الخلايا ورص البراويز علشان الخليه تكمل الموسم، لان احنا المفترض ان شاء الله في حدود من شهر، من شهر او شهر وخمس ايام هنبدا نفرز ان شاء الله باذن الله لو ربنا اراد لنا ذلك. نقول لاحبابنا واعزائنا مشاهدي القناه كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.